عالم الفن عالم واسع وجميل، بديت في عالم الفن بالتصوير، كنت أسوي لوحات نسميهن الكونسبشوال ارت، وبعدها بفترة وايد حبيت الخط، أصلاً الخط العربي له جمال مختلف. عقب هذه المرحلة أنا أحب دائماً أجرب شيء جديد، فاكتشفت عالم اللونج إكسبوجر اللي هو عالم مو جديد، بس اللي مختلف فيه أن استخدمناه للخط العربي. طبعاً الخط العربي يختلف شوي، لأن نكتب من اليسار لليمين عشان تطلع لنا اللوحة من اليمين لليسار، والحلو فيه أنه جمع الشيئين التصوير والخط ويا بعض وعطاها شكل مودرن أكثر. أحلى شيء فيها عندي ردة فعل الجمهور، إنه يقول لي أنتي ساحرة كيف تختفين ما تشوفتش. أحب يوم ينبهرون بالصورة النهائية اللي يشوفونها وتتكرر زيارتهم، يعني مثلا في ناس يعني تحرص على أنها دائما تحضر، فهذا يخليني أبغي دائما أسوي العمل بشكل مختلف عشان هم يستمتعون أكثر. ما أقدر أوصف كم أنا سعيد بهذا التعاون اللي بيني وبين دبي كلتشر، من فكرة البناني نفسه، ويوم طفى علي فكرة إني أعرف عملي على مبنى دي آي إف سي. بناني دبي الخط مثل ما أسميه أنا عرس الخط في دبي، تجربة جميلة وفكرة رائعة الصراحة. ليش؟ لأنها تخليك تشوف أعمال فنانين مو بس من يعني الدول العربية، حتى على نطاق العالم، عندنا الصيني، عندنا الياباني، عندنا يعني ثقافات مختلفة، وهذا يعطي جمالية غير. ليش؟ لأنك تشوف تكنيكس هم مستخدمينها غير، يمكن أنت تتعلم، يعني في التعليم في الإلهام، بصراحة تجربة جميلة.